إلا قلت لكم شكون هو أكثر شخص الدول الغربية ما باغينوش يهضر ويبقى ساكت؟ ماشي بلادنا الإخوة، لا ماشي البغدادي، وماشي حتى فلاديمير بوتين. أكثر شخص باغينو يلتزم الصمت وما يهضرش هو واحد الشخص سميتو أندرو تيت. الناس اللي ما كيعرفوش شكون هو هذا الشخص غنقول لكم بالديتاي شكون. البارح 31 مارس 2023، وعقلوا مزيان على هاد 31 مارس الإخوان، غادي تصدمكم. أشهر شخص في العالم وأشهر إنفلونسور في العالم خرج من الحبس. وجميع الصحف وكاع لي ميديا وكاع التلفازات العالم كيهضروا على هذا الموضوع. Andrew Tate is the most famous man you've probably never heard of. Andrew Tate مع الأخ ديالو تريستان تيت وخرج بواحد اللحية اللهم بارك. When I was in jail I focused on doing push-ups and reading the Quran. كان دخل الإسلام قبل ما يتشد. شكون هو هاد أندرو تيت؟ مال هاد أندرو تيت؟ شكون هما الأعداء ديال هاد أندرو تيت؟ علاش تشد؟ واش هادشي كامل اللي طرا ليه فيه أيادي خفية وفيه أجندة وفيه الميتريكس كما كيقول، أولا ما كاين لا مؤامرة لا والو؟ سير شد لك شي قهيوة وعطيني وديناتك مزيان، هاد الحلقة غادا تصدمك. أنا عزيز نوفل وهادي قناة المقهوة. أندرو تيت الإخوان للناس اللي ما كيعرفوش هو أشهر شخص في العالم، هو صانع محتوى وبيزنس مان، كيدير دي بودكاست وكيدير دي فيديو وكيقول شي هضرة لتا شي ولد المرا ما كيزعم يقولها. So if I have a chick, even though I know she won't let them smash, it's not jealousy, it's territorialism. Mm-hmm. And no one's going to be allowed to even try. وكان العام اللي فات هو أكثر شخص كيقلبوا عليه الناس في جوجل، فات فلاديمير بوتين، مشهور بزاف الإخوان. وهو ماشي كباقي المؤثرين اللي كنعرفوا في السوشيال ميديا الإخوان، لا. الأغلبية ديال المؤثرين اللي كنشوفوا وكنتفرجوا فيهم كيهضروا وكيفهموا وكيديروا حاجة واحدة، يا إما كيدير المقالب، يا إما كيضحك الناس، يا إما كيدير لي فلوغ على حياته، مهم حاجة واحدة، ما كيهضروش في مواضيع أخرين. وهذا هو النوع الأول ديال المؤثرين اللي كاينين في السوشيال ميديا وكيتسموا دي زانفلونسور أوني ولا مونو ديمونسيونيل، وحادي البعد عنده بعد وواحد كيفهم في حاجة واحدة، وهادو هما اللي كتار في العالم. أما النوع الثاني الإخوان واللي قليل بزاف كيتسموا دي زانفلونسور مولتي ديمونسيونيل، متعدد الأبعاد، بحال شكون؟ بحال هاد أندرو تيت بنفسه، بحال بودكاستر الشهير جو روغن، بحال جوردن بيترسون، وبحال الدكتور والشيخ ديالنا ياسين العمري. هاد ربعة الأشخاص الإخوان عندهم قاسم مشترك، كيهضروا في بزاف د المواضيع وكيفهموا في بزاف د المواضيع وعندهم أفكار مختلفة على باقي الناس في هاد المواضيع. دابا ولا خصنا هامش توضيح الواضحات. تخيلوا ولاو الناس دابا كيحتاجوا الى تعريف ما هي المرأة، لان دابا كي كنقولوا بالدارجه الشعبيه التوندونس في الغرب شنو هو؟ هو انه يجيك واحد ويقول لك اودي انا تنحس براسي مرأة. The first thing I would say is that I'm not anti-feminist. وعندهم واحد القاسم مشترك اخر اللي كيجمعهم بربع، ديما مسكتينهم، ديما مقاطعينهم، ديما مبرسطينهم. أندرو تيت منعوه الاخوان من جميع لي بلاتفورم وباناو. جو روغن خرج من يوتيوب ومشى لسبوتيفاي. جوردن بيترسون بغاو يحيدوا ليه الدكتوره ديالو. الشيخ ياسين العمري كيمنعوه من المحاضرات. بديتو كتفهموا الاخوان ولا لا؟ السؤال هو أندرو تيت اللي نايض عليه الضجه كامله، اش كيقول؟ اش قال كاع؟ اول تارغيت الاخوان اللي كيهاجم واللي كيهضر عليها هما النسويين، هما لي فيمينيست، كيقول لهم انكم عندكم اجندة وما غاراتكمش بالعيالات، نتوما باغيين تشتتوا الاسره. When every dude in the world can just hit on her even if she says no, if you want to go to the club you can go with me. واش عنده الحق في الهضره كامله او لا؟ هذا موضوع اخر، ولكن عنده الحق في التعبير، وهذه حريه اللي كيقولوا الغرب كاينه كتسمى حريه التعبير. وكيهاجم النسويين الاخوان وكيدخل فيهم طول وعرض وكيشوههم، كيقول لهم الا كانوا تظاهرات في الزنقة وخارجين الناس كيهرسوا، نتوما اللي ما كتحملوش الرجاله غادي تبغيو الرجاله يجيو يحاميو عليكم. الا ناضت حرب في شي دوله نتوما اللي ما كتحملوش الرجاله غتبغيو الرجاله يدافعوا عليكم. قال لهم دابا في اوكرانيا نايضه حرب وكاع البنات والاوكرانيات مشاو لدبي والرجاله بقاو كيحاربوا في اوكرانيا. قال لهم علاش نتوما النسوين ولا فيمينيست ما كتطلبوش المساواه حتى في هذه القضيه؟ علاش النص ديال
بالكم ممشي شي حارب لا انتو ما تهربوا. هادو ما الافكار اللي كيسبريديها الاخوان. وزيد على هذا بدا كيهضر كيقول ان الراجل من حقه يتعدد ويكون عنده بزاف ديال العيالات وان الراجل هو اللي كيتحكم في المرأة. وراكم فهمتوا الاخوان الغربة شي ما يدخلش لهم الكارت مير ديال. وهناش دارو ناضو وتهموه بلا ميزوجيني. قالوا لي انت ميزوجين وما كتحملش العيالات وضبط العيالات وعنيف وكتحرض على الحقد ضد النساء. I'm not a misogynist on any level. This is one of those buzzwords they throw at and they just throw at people randomly. Homophobic, racist, misogynist, they just throw it out at people. والغريب والعجيب في القصة كاملة ديال أندرو تيتا الإخوان هي كان كيتنبأ هادشي كامل غادي يطرى عليه. وهاد الأعداء اللي كيقول أنهم فيمينيست واللي كيشجعوا الشذوذ الجنسي واللي كيدافعوا على شي حقوق ما كاينينش كيتسماو ماتريكس وكيتريفير الفيلم ماتريكس وعقلوا مزيان على هاد الفيلم. قال أن هاد الناس غيتاخذوا معاه ثلاثة الإجراءات وثلاثة مراحل. المرحلة الأولى هي أنهم غيحاولوا يسكتوه ما يبقاش يهدر باش يسكتوه. شنو داروا باناوا الإخوان من كل شيء تيك توك انستغرام فيسبوك يوتيوب Airbnb قال لهم Airbnb جروا عليه Uber جروا عليه Stripe وكفوه. قال بأن هاجموه من جميع البلاتفورم في نفس الوقيتة. تاني حاجة قالوا تاني ستيب كانوا غياخدوا معاه هي أنهم غادي يتهموه بشي جريمة اللي ما دارش. وكنشوفوا دابا من يتشد في رومانيا وكيتهموه بالتجارة في البشر وشي روينة. خرجت المحامية ديالهم وقالت لهم أنا استغرب من هادشي. عنده واحد المحاميه شهيره اللي كتدافع على كاع لي ستارد امريكان وقالت لهم هاد الحاله ديال اندرو تيت ما عمرني شفت بحالها من قبل. باش كيتشد شي مواطن امريكي في شي دوله اخرى السفاره كتدخل باش تخفف عليه الكونتاكتيو يهضروا معاه. قالت لهم في الحاله ديال اندرو تيت ما كاينش. قالت لهم ما كنقدرش نتلاقى به ما كتقدرش تلاقى بالزبون ديالها. تخيل المحاميه ما كتلاقاش مع الزبون ديالها. قالت لهم فاش كنهضروا في التليفون كيسجلونا وهادشي. قالت لهم ما عمرني شفته من قبل. وثالث واخر ستيب كيقول لي غادي تاخذوا معاه الى حاولوا يسكتوه وما سكتش ودخل الحبس وما سكتش هي انهم غيحاولوا يقتلوه ويصفيوها ليه ويقولوا يا اما اكسيدون يا اما انتحر. فاش كان معتقل الاخوان وكيخرج وكيمشي للمحكمه كان ديما كيتصور كيبان هز قران في ايه قبل ما يتشد كان دخل الاسلام. ودابا فاش يلا خرج بان بواحد اللحيه كبيره وكلشي كيتسنى اول بودكاست غادي يخرج فيه هو وخوه اش غادي يقولوا واش غيبدلوا الراي ديالهم ولا غيبقاو غاديين على نفس الهضره. وفين ما كان كيهضر كيجبد الماتريكس الاخوان وكيقول ان كاينين الناس عندهم اجنده Matrix, like there's something missing. هاد الاجندة باغيين يخربوا بها البشرية وباغيين يخدموا الناس ويستعبدوا الناس ويكونوا واحد الناس كيف ما هما بغاو. إلا كان فعلا كيخربق علاش كيحاولوا يسكتوه؟ أنا هذا هو السؤال اللي كنطرح مع راسي. إلا كان شي واحد أحمق علاش غادي تبانيه وتنوض هاد الهيلالة كاملة؟ يعني داكشي اللي كيقول يقدر يكون بصح. وأكثر حاجة الإخوان اللي طارية دابا في هاد الخرجة اللي خرج البارح واللي في شكل الإخوان وبغيتكم تأناليزيو معايا واخا أنا ما كنآمنش بالتخربيق بزاف هي أنه خرجوه نهار 31 مارس 2023. وهذا الفيلم ماتريكس اللي كنهضروا عليه الاخوان واللي ديما كيهضر عليه واللي كيقول هما اللي كيهاجموا في البشر انت تقولوا خرج الفيلم. خرج سنه 1999 نهار 31 مارس. ايه واش هادشي صدفه؟ واش هاد السيد حمق؟ واش هادشي اللي كيقول بصح؟ ما كرهتكمش الاخوان عطوني الاراء ديالكم في لي كومونتير.